ألف مبروك للفريق الأهلاوي. معنا على الهاتف الأستاذ مسعد الحارسي، مدير الإعلام والعلاقات العامة بنادي بني ياس. مساء الخير أستاذ مسعد. مساء النور يا كابتن. هلا وسهلا، معليش طولنا عليك شوي. لا بالعكس، نتشرف يا طويل. يا طويل العمر، اليوم كل وسائل الإعلام السعودية تتحدث عن حديث فوزي بشير، وكان يعني بتحديدا تحدث انه جماهير نصراوية التقت فيه وطلبته ودعمته كثيرا هو فريق بني ياس، ذكر انه هذا شيء ايجابي بالنسبه لنا في بني ياس. احاديث اخرى تقول انه انت طلعت على اذاعه ميكس اف ام حضرتك شخصيا نفيت تماما مثل هذا الحديث، حطنا في الصوره الله يطول عمرك. والله يا طويل العمر انا نفيت يعني الكلام كله، ما كان يعني نقول انه كله نفيته كامل، لا احنا فعلا البعثة وصلت الفندق، وانا لاني انا كنت موجود في الرياض قبل الفريق بيوم، اي قبل ما نروح المطار كان فيه عرس في نفس الفندق، اي في ناس على وصول الفريق نادي بني ياس الاماراتي يا مرحبا يا اهلا وسهلا من هالكلام، فكان مجرد ترحيب يعني ونتمنى لكم التوفيق. هذا الشيء صادفناه في المطار ايضا حتى من المنظمين في الاخوان في نادي الهلال، يعني هي في المطار الترحيب في المطار. اي نعم، عرس في المطار. في المطار كان فيه ناس حتى من جماهير الاهلي مش لاستقبال نادي بني ياس، تواجدهم عادي يعني اما عنده شيء في المطار او عنده اي شيء، فيرحبوا فينا ترحيب ناس ضيوف جايين لهم، وهذا الاخوان نفس الشيء. لكن يعني مثل ما تقول اللي انا يعني هو يعني ما تحدث انه في نصراويين، يعني في نصراويين قلت لك اللي كانوا موجودين في العرس شخصينهم، يعني ما في حد جاي متعني عشان يستقبل نادي بني ياس. طب انا بقول لك هنا مكتوب عندي هو نصيا الكلام اللي انقال، وراح نطلب من الشباب بس يعطونا التصريح اللي موجود لانه موجود على تويتر جانا صوتي، راح اقرا لك حديثه مفرغ كتابة، حديث الكابتن فوزي بشير، ولانه ايه بالفعل حضر لنا مشجعون من نادي النصر في المطار وآزرونا، ونعتبر هذا الشيء إيجابي لنا لأنه أول مرة نصعد لدور 16 والوصول لهذه المرحلة من بين أفضل 16 فريق في آسيا شيء إيجابي. الشباب الآن راح يطلعون التصريح، يجيبون إياه الشباب، يعني أنت تؤكد أنه ما في مشجعين نصراويين بكميات كبيرة، كان فقط بس لا 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 واحد أو اثنين، يعني قلت لك وكان فيه ناس يعني حتى في المطار فيه ناس مثلا من هلاليين، مجرد ترحيب يعني هذا اللي ما يخالف. بس انا اللي ابغى اتاكد منه استاذ مسعد، لانه شوي الموضوع عندنا حساس يمكن في السعوديه المواضيع اللي مثل هذه، لكن الحديث اللي نقل عن فوزي بشير انه ذكر بالضبط انه هناك مشجعين نصراويين حضروا لمؤازرتنا، انت تقول انه فوزي بشير ما قال انه في مشجعين حضروا لمؤازرتنا؟ لا 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 ما في، يعني انا تكلمت مع فوزي شخصيا. طيب. للتاكيد يعني هل هو قال هذا الكلام، لان حتى في 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 احدى الصحف مذكور ان فوزي بشير استغرب من جمهور النصر. طيب يعني الحين اذا واحد جاي يشجعني انا بستغرب اقول له ليش تشجعني مثلا، بالعكس انا اتشرف باي شخص يشجع نادي بني ياس بغض النظر. انا يعني اللي ابغى اوصله ان احنا كنادي بني ياس احنا جايين بلدنا، جايين عند اهلنا، جايين عند اخواننا، اذا كان في مهاترات بين فريقين او جمهور فريقين يعني مش حلوه ان احنا نكون طرف فيه واحنا ما لنا خص فيه، يعني اذا كان فيه تنافس بين الجماهير او حتى على فكره هي مش بين الجماهير، هي استوت بين الاخوان الاعلاميين اللي انتمائه مثلا لنادي الهلال او انتمائه لنادي النصر. الاخوان الاعلاميين المفروض انهم يعني هذه الاشياء اللي هي تعتبر بسيطه ما تكبر بهالطريقه او تتحور، لانه حتى اللي كتب اليوم استغرب من فوزي بشير استغرب من جماهير النصر، لا بالعكس انا اقول لك فوزي قال الكلام، وانا اقول اي واحد بيشجع نادي بني ياس بالعكس انا اتشرف فيه. طيب استاذ مسعد احنا شاكرين لك تواصلك مع البرنامج، راح نعرض بعد شوي بس الشباب يسجلون التصريح للكابتن فوزي بشير، انت اكدت بانه فوزي بشير والله اتمنى انا اسمعه. راح اطلبك معانا على الهاتف وقت ما يجهز التسجيل الصوتي، راح تكون معنا على الهاتف علشان تعلق وعد يعني، بس يجهزون اياه راح نكلمك خلال دقائق بسيطه، خليك قريب بس من التليفون. شكرا استاذ مسعد الحارثي مدير العلاقات العامه والاعلام بنادي بني ياس. الفريق الاتفاقي اليوم خطف ايضا البطاقه وكان هو الطرف السعودي الثاني في الاربع فرق السعوديه اللي عندها مباريات حسم اسيويه، نتمنى باذن الله انه بكره تكمل
فراح اسكر مسعد عشان بس ابغى اتمنى الهلال، اخاف يسمع ويزعل، بس ان شاء الله الهلال يكسب بكره ويكسب الاتحاد. شوف تقرير كذا صرفت الرجال. استاذ مسعد جاهز يا شباب؟ يا شباب جاهز استاذ مسعد؟ جاهز؟ طيب خلونا نسمع التسجيل، واذا دخل معنا استاذ مسعد نسمعه مره ثانيه. خلونا نسمع التسجيل اللي وصلنا. سمعونا التسجيل يا شباب لو سمحت. لا جونا المطار مشجعين، جونا مشجعين من النصر ويازرون الفريق. اعتقد ان هذا شيء ايجابي للفريق، يعني فريق بنياس اول سنه يتاهل هذه المرحله من 16 فريق في اسيا، اعتقد بيكون خصم صعب. وش قالوا بالضبط؟ الكل يعرف الهلال ما كان هذا السنه محليا ما كان بالصوره المعروفه عنها، لكن هذا ما ينقص في فريق الهلال، فريق الهلال فريق كبير يعني. ايش قال نقاط ضعف؟ نقاط ضعف الكل يعرف فريق الهلال، نحن متابعين فريق لا الهلال. هو بالضبط المشجعين لا نحن نعرف يعني نعرف لاعبين الخليجيين، نحن اخوان في الاول والاخير، قابلناهم في المنتخبات، بس هم يعني قلوبهم مع فريق بنياس مع انهم سعوديين. طيب يا شباب جاهز الاتصال ولا ما يرد؟ طيب اطلبوا لنا اياه الى ان يرد معاكم. الاستاذ مسعد ذكر بانه فوزي بشير ما ذكر انه في جماهير، صح ولا لا؟ استاذ مسعد حتى لو ما رد. استاذ مسعد هلا هلا، مساك الله بخير. بالنور والسرور. طيب انت قبل شوي اكدت لنا انه كابتن فوزي بشير لما سألت ذكر لك أنه ما تحدث أنه في جماهير نصراوية حضرت لمؤازرة الفريق الإماراتي بنياس. عندنا التسجيل ما أي. لا مش ما 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 في، قلت لك فيه شخصين كانوا موجودين. إيه هو يعني أنا سألتك هل هو ذكر جماهير؟ قلت لي ما ذكر جماهير كجماهير، ذكر أنه لا كلفظ. شوف 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 كلفظ أنا يعني وضح اللي تبغى توضحه، ما عندي مانع تفضل. لا 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 شوف كلفظ كلفظ يعني لو جوني اثنين انا اتكلم، انت كشخص اعلامي او انا كشخص اعلامي ممكن نقول جماهير نطبقها على اثنين او مليون، عرفتني؟ لكن انا اقول لك هو يعني انكر ان مساله ان في ناس تعنوا عشان نادي بنياس. طيب خلينا نسمع التسجيل. اسمع لي استاذ مسعد، انت تعرف صوت فوزي بشير؟ انا والله ما اعرفه. بنسمعك التسجيل وشوف اذا هذا اول شيء صوت فوزي بشير ولا مش صوته، وشوف تعليق، لانه انا كاني سمعت يقول في جماهير حضرت للمطار لمؤازرتنا. اسمع معانا استاذ مسعد. بالنسبه اللي جاكم مشجعين او ما لا جونا المطار مشجعين، جونا مشجعين من النصر ويازرون الفريق، اعتقد ان هذا شيء ايجابي للفريق، يعني فريق بنياس اول سنه يتاهل هذه المرحله من 16 فريق في اسيا، اعتقد بيكون خصم صعب. وش قالوا بالضبط؟ الكل يعرف الهلال ما كان هذا السنه محليا ما كان بالصوره المعروفه عنها، لكن هذا ما 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 ينقص في فريق الهلال، فريق الهلال فريق كبير يعني. ايش قال نقاط ضعف؟ نقاط ضعف الكل يعرف فريق الهلال، نحن متابعين فريق لا الهلال. هو بالضبط المشجعين لا نحن نعرف يعني نعرف لاعبين الخليجيين، نحن اخوان في الاول والاخير، قابلناهم في المنتخبات، بس هم يعني قلوبهم مع فريق بنياس مع انهم سعوديين. طيب استاذ مسعد اول شيء هذا صوت كابتن فوزي؟ نعم صوت فوزي. طيب هو يقول في جمهور حضر لمؤازرتنا في المطار. قلت لك اللي كان موجود منهم حتى جماهير الهلال، لكن ما كانوا جايين متعنيين يعني بالاخص جايين بنياس او بعدد مثل ما هو الناس تتكلم. لا يعني قلت لك يمكن وحن ماشيين شافوا نادي بنياس شخص شخصين مثلهم مثل اي واحد في المطار يشوف نجوم رياضيين بشكل عام. اما ان في ناس تعنت انها وجت للمطار بكميه تساند نادي بنياس في المطار، لا لا مش صحيح هالكلام. طيب. الاستاذ كان واضح عفوا تركي يعني لاني انا كنت موجود، انا شخصيا موجود في المطار يعني انا كنت في استقبال الفريق. طيب يعني الصحيفه لما نقلت الكلام نقلته مثل ما ذكره كابتن فوزي بشير يعني بدقه؟ لا لا فيهم ذكر في الصحيفه يا طويل العمر كلمه بعد يعني حتى الاخ اللي كتب في الصحيفة استغرب من أن جماهير النصر والله جاية تشجع أو جاية كذا، يعني حتى مثل ما تقول مثل اللي يضرب نادي بنياس بجماهير نادي النصر. لا احنا يعني هو ما استغرب أبدا يعني هو ما ذكر هالكلام. عليك نور، هذا اللي يعني أنا بعد قلت لك أبا أوضحه، لأن جماهير النصر على عيني وراسي، جماهير الهلال على عيني وراسي، احنا جايين يعني ما كنا نتمنى أن نكون طرف لهذا الشيء، يعني حتى الاخ اللي كان مسوي اللقاء
يعني يسأل اللاعب شو يقول لك، شو يقول لك، شو قال لك هذا المشجع، شو قال لك يعني، وكأنه هو يبحث شو اللي هي مجرد ناس موجودة في المطار مش جاية يعني قاصدة نادي بنياس أو ما في حد يعرف موعد وصول نادي بنياس للعلم. احنا في احدى القنوات يعني ذكروا ان احنا صارنا يومين قبل هاليوم. طيب. يعني ما في حد عنده موعد وصولنا عشان نقول ان جماهير النصر ولا جماهير الهلال جايه لنادي بنياس، ولا اذا حد جانا بعد والله نتشرف لان اخواننا بغض النظر يعني تربطنا علاقات مع النصر، تربطنا علاقات مع الهلال، تربطنا علاقات مع الاتحاد. فالصحفي نفسه يعني انه يقول والله وش قال لك المشجع هذا، يعني بالعكس يعني ما اعتقد انها من الاشياء الكبيره اللي احنا نتكلم فيها. طيب الاستاذ مسعود هو يمكن 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 يحسبونها، انا اقول لك يعني احنا نتكلم بواحد من الاخوان قال من الناحيه الوطنيه، يعني انا كشخص ما اقدر اقيم شخص اقول وطنيته ولا مش وطنيته. صحيح. ما يحق لي اني انا اتكلم. طيب. ولكن اذا انا اقول لك نادي الهلال مثلا جاء الامارات ولعب مع الشباب، كان فيه ناس من عندنا من الامارات راح تشجع الهلال حبا في الهلال، يعني التعصب الزايد، يعني انا احب التعصب عند الجمهور ولكن مش عند الاشخاص الاعلاميين، يعني التعصب عند الاعلاميين، الاعلاميين ممكن ياثرون على صحيح. تصرفات جمهور الفريقين ان كان النصر او الهلال. فانا اتمنى ان التنافس بين الاخوه الاعلاميين، رغم يعني انا انتم كاعلاميين انا متاكد ان انتم المفروض ما تعلنون حبكم لنادي بعينه على اساس انه تكبر جماهيريتكم، صح ولا لا؟ لا بعد مهم جدا بعد يا استاذ مسعد انه كمان لما احد يتحدث يكون كلامه دقيق، صح ولا لا؟ سواء في الصحيفه لا. او في اللاعب، اذا الصحيفه انت تشوف انه اخطات في انها ذكرت انه اللاعب استغرب، ايضا الوسط الرياضي يشوف احنا فوزي بشير انه اخطا انه ما كان دقيق، فهم اثنين ولا واحد ولا جماهير. في فرق بيني انا كشخص متخصص اعلام اي وبين شخص يعني يعتبر يعني ما عنده ادوات الاعلام، يعني احنا طيب لا يتكلم هو اذا ما عنده ادوات الاعلام، اذا ما يعرف يتعامل مع الاعلام يا كابتن استاذ مسعد. لا عفوا تركي على المدرب، اذا ما عنده الادوات. انا شايف ان اللاعب ما اخطا صراحه، اللاعب كان واضح. عفوا استاذ مسعد، اول شيء مساء الخير استاذ مسعد، ولو سمحت بهالمداخله البسيطه، انه انا شايف انه ما في تناقض بين نفيك او ايضاحك للموضوع وبين الحديث اللي تحدث به اللاعب فوزي بشير. يعني انا شايف ان اللاعب فوزي بشير ما اخطا، كان هناك واضح من كلام المحرر او الصحفي، انا ما اعرف مين الصحفي صراحه، لكن واضح من الصحفي انه يحاول يحصل عليه من كلام، يعني كان يكرر اكثر من مره انه ايش قالوا لك الجمهور ايش كانوا يقولون، مع ان اللاعب كان يقول يعني جونا مشجعين يؤازرون، اسال الصحفي ايش قالوا الجمهور، قالوا يؤازرون فريق بنياس. يقول ليش قالوا لكم بالضبط؟ قال يعني كانوا يؤازرون الفريق، واحنا عارفين ان الهلال مثلا ما قدم مستويات ترضي طموحات جماهيره السنه هذه. كان يقول اللاعب كلام عام، لكن يبدو ان الصحفي كان يريد ان يسحب كلام من اللاعب فوزي بشير. اللاعب فوزي بشير انا شايف انه ما تجاوز ولا اخطا، كان تصريحه مثالي جدا وفي محله صراحه. اذا كان هناك من خطا فهو خطا النقل او المبالغات اللي وردت في الصحيفه واللي اكتشفت، حتى حديث الاستاذ مسعد يعني وافي وكافي صراحه وايضاح شامل. ما نشوف والله وجهك. لا والله احنا نشوف يعني فوزي، انا حتى والله العظيم للامانه يعني انا كنت ممكن اجاوب على الكلام اللي انقال بدون ما احصل كلام فوزي، لان فوزي للامانه اول شيء شخص مؤدب جدا، محترم جدا، عنده خبره يعني في التعامل مع وسائل الاعلام، لكن لغويا قلت له احنا اصحاب التخصص اللي ممكن نترجم وممكن نأول وممكن نخليها قائمه. فيعني بالعكس انا اقول لك احن انا اكد ان احن نتشرف في في فيكم في رايكم. اتمنى من الاخوان الاعلاميين، انا يعني خريج اعلام وتخصص اعلام، اتمنى لان انا صادفني نفس الموقف على فكره في جده يعني مشابه، اتمنى ان الاخوان في الصحافه لان انا واحد منهم، اتمنى انهم يكونون يعني دائما في نقل الرساله ما يحملونها اكثر من
حقها. يعني أنا أقول لك إحنا حاولنا اليوم نبعد فوزي بشير عن الموضوع هذا لسبب، لأنه ممكن هذا الموضوع يقعد يعني يدور في رأسه ويبعده عن تركيزه عن المباراة مثلا. صحيح الأستاذ مسعد الحارثي، إحنا نشكرك مدير الإعلام والعلاقات العامة بنادي بنياس، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير بعد فاصل لمواصلة الحديث في البرنامج.